الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن أصحاب أكثر من 600 فرن في مدينة أربيل الإضراب عن العمل بسبب قرار خفض سعر الخبز الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام. وقال أصحاب هذه الأفران إن قرار خفض سعر الخبز دفعهم إلى إغلاق مخابزهم، مبينا أن هذا القرار سيجبرهم على طرد العمال، وهذا يخالف قانون العمل والضمان الاجتماعي، حيث توقف اليوم 1830 عاملا عن العمل بسبب توقف هذه الأفران. ودخل قرار خفض أسعار الخبز والصمون في أربيل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، على أن يكون سعر كل 10 أرغفة من الخبز والصمون 1000 دينار فقط. قال رئيس اتحاد مزارع دواجن كردستان العراق إن خسائر العام الماضي بلغت 75 مليار دينار نتيجة الأمراض وارتفاع كلف التربية، وشملت الخسائر حقول الدواجن الرسمية وغير الرسمية البالغ عددها نحو 2500 وبمعدل 30 مليون دينار لكل حقل. وفي الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الماضية ارتفعت نسبة الخسائر بسبب انخفاض سعر كيلو الواحد من الدجاج إلى 2100 دينار، مع زيادة في كلفة التربية والهلاكات الناتجة عن انتشار الأمراض. سجلت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط انخفاضاً على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وسجل أو انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 4 دولارات و13 سنتاً ليصل إلى 68 دولاراً و81 سنتاً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 4 دولارات و13 سنتاً ليصل إلى 71 دولاراً و36 سنتاً. وارتفعت أسعار النفط العالمية بعد صعودها قرابة 2% وسط إشارات على استمرار انخفاض المخزونات الأمريكية، في ظل توقعات رسمية تشير إلى عجز عالمي محدود هذا العام. كشف تقرير للبنك الدولي لشهر كانون الثاني الحالي حول آفاق تطور الاقتصاد العالمي، كشف أن المنظمة الدولية تتوقع أن يكون نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من هذا العام أضعف منذ 30 عاماً. وأضاف التقرير أن يكون العقد الحالي نقطة تحول في مجال التنمية، ولكن وفقاً للتوقعات بحلول نهاية عام 2024 سيسجل الاقتصاد العالمي رقماً قياسياً معاكساً في معدل النمو في النصف الأول من هذا الشهر. ويتوقع البنك الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ للعام الثالث على التوالي هذا العام، لينخفض إلى 2.4%، أي ما يقرب من 3/4 نقطة مئوية أقل من متوسط العقد منذ عام 2010. والآن إلى أسعار العملات مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.